تحت رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى، أقيم حفل جائزة البحرين الكبرى 23 للقرآن الكريم بجامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، بحضور معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومعالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. جائزة التي تعبر عن عمق مكنون حب القرآن الكريم في نفوس المسلمين، ذلك الكتاب العزيز الذي اختص الله به هذه الأمة. دعم متدفق لا ينضب. فللنسخة 23 لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم يواصل جلالة الملك المفدى وبرعاية كريمة ما خطه الآباء والأجداد، لا سيما المغفور له بإذن الله تعالى والده سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، الذي احتوى هذه الجائزة عام 1996 في نسختها الأولى. هذه المسابقة الكبرى التي يرعاها صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله تعالى ورعاه، يرعى القرآن ويرعى أهل القرآن ويرعى معاهد القرآن ومراكز تحفيظ القرآن، فصارت البحرين لها السبق في كثير من مراكز القرآن الكريم الدولية والمحلية والإقليمية. الليلة نشهد هؤلاء الفائزين الذين حفظوا القرآن الكريم ووفرت لهم القيادة، قيادة جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وفروا لهم كل الإمكانات التي من خلالها حفظوا القرآن الكريم، وها هم اليوم يتوجون بهذا الفوز العظيم بالقرآن الكريم. احنا اليوم بحمد الله يعني شارك في هذه المسابقة اكبر عدد من المتسابقين من خلال دورات المسابقة من المشاركين فيها، بلغ عددهم في هذا العام 282 بعد 2882 متسابق ومتسابقة من مختلف المراكز، ونشهد ايضا تنوع في المشاركين وفروع المسابقة. فروع وأقسام عدة بهذه المسابقة، منها ما خصص لطلبة المراكز والحلقات القرآنية التابعة لوزارة العدل، ومنها لعموم الجمهور، ومنها لطلبة المدارس. كذلك لم تنسى هذه الجائزة ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ونزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، وأيضا الناطقين بغير اللغة العربية. الحمد لله حصلت على المركز الأول، ولله المنة من فضله ولله الفضل من قبل ومن بعد، وأهدي هذا الفوز إلى جميع مشايخي وعلى رأسهم الشيخ أنس العمادي والشيخ بلال يوسف والشيخ محمد عتيق، وأهدي هذا الفوز أيضا حق والديني اللي صبروا علي يعني وتعبوا وياي، والله يجزيهم الخير إن شاء الله. من جد وجد ومن زرع حصد، مركز الشيخ عيسى ما شاء الله يتحرك يعني بجد واجتهاد، فوصل المركز الأول، ونتمنى أيضا المراكز الأخرى أن تصل إذا جدت واجتهدت إن شاء الله تصل بإذن الله عز وجل، مع يعني ما نراه من التكريم لهم. جائزة حملت على عاتقها منذ انطلاقتها وحث الناشئ على حفظ كتابه سبحانه وتربيتهم على حقائق الكتاب العزيز والسنة المطهرة وعلى مبادئ الإسلام، حتى يكونوا دعاة خير وعامل إصلاح في مجتمعهم وأمتهم. في هذا الملتقى القرآني ووسط حضور جماهيري كبير، تحتفل المملكة اليوم بأبنائها الذين طبقوا قوله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.